ضحى المشهد الأبرز اليوم طبعا هو ما حصل مع قوات اليونيفيل في منطقة رأس الناقورة لليوم الثاني على توالي باستهدافات مباشرة لهذه القوات بعد أن استهدفت يوم أمس بإطلاق قذائف مدفعية على أبراج المراقبة أو على أحد أبراج المراقبة. اليوم أيضا تم إطلاق قذيفة من دبابة ميركافا استهدفت هذا أحد الأبراج أيضا، بالإضافة إلى المدفعية التي كانت استهدفت مركز أو مدخل هذا المركز ما أدى إلى تضرره وإصابة وقوع عدد من الإصابات في الكتيبة السريلانكية. هناك بيان مرتقب سيصدر عن قوات اليونيفيل بخصوص هذا الاستهداف المباشر بعد بيان آخر يوم أمس كان أيضا صدر ودان هذه الاستهدافات المتكررة لإسرائيل على مراكز قوات اليونيفيل، وتأتي يعني لافتة بعد المطالبات المتكررة من إسرائيل لقوات اليونيفيل بإخلاء مراكزها خصوصا تلك الواقعة على الشريط الحدودي، ورفض اليونيفيل لهذا الإخلاء وإصرارها وتصميمها على البقاء داخل مراكزها، وبالتالي تأتي هذه الاستهدافات كرسائل عسكرية لقوات اليونيفيل. غير ذلك تستمر الغارات الإسرائيلية كما تستمر الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان. بالنسبة للغارات كانت استهدفت اليوم صباحا عددا من البلدات الحدودية كعيت الشعب وظهيرة وشبعة، بالإضافة إلى بلدات في العمق الجنوبي كبلدة شقرة وكفر تبنيت وجبشيت التي أعلنت الوكالة الوطنية عن وقوع أربعة قتلى في هذه الغارة. بالمقابل حزب الله اليوم وخلال هذه الرشقات أعلن عن استهداف مدينة أو منطقة زوفولون في حيفا، وبأنه استهدف قاعدة الدفاع الجوي كريات العازر في حيفا بالمسيرات. هذه القاعدة ضحى كان سابقا حزب الله نشر صورا لها عبر مسيرة الهدهد التي كان أرسلها لتصور قواعد أساسية وعسكرية فوق حيفا وخليج حيفا. هذه القاعدة هي إحدى القواعد التي كان صورها سابقا واليوم يستهدفها للمرة الأولى بهذه الأسراب من المسيرات، هي قاعدة للدفاع الجوي في هذه المنطقة في حيفا. إلى ذلك أيضا يستمر استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في أكثر من منطقة في القواعد على القواعد العسكرية الإسرائيلية على طول الشريط الحدودي.